السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى، دلوقتي أنا شغال في كثير العقار. الله يبارك. طيب، فإحنا بنعمل العقد للعميل إن هو بيبقى فيه من بنود العقد إن بيبقى فيه غرامات تأخير. من بنود العقد فيه غرامات تأخير. غرامات التأخير، فهل ده كده أنا متسبب في يعني داخل في نوع من أنواع الربا يعني؟ لا، مش داخل في الربا يعني. هي الآن أصلا هي ليست قروضا، عشان حتى نقول إنها ربا. إذا قلنا إنها ربا، متى تكون ربا؟ إذا كنت أقرضت الشخص مبلغا إلى وقت مسمى وتأخر في السداد لعذر، بقول إن هذا الزيادة ربا. لكن هذا ليس كذلك، هذا بيع وشراء، هذا أصله بيع. أصله بيع. بيع الوحدة اللي هو بيشتريها وأنا وصيت. والله يا أخي، هذه الشروط الجزائية في البيوع أرى لها وجها قويا هذه الأيام. إذا لم تقم هذه الشروط الجزائية في البيوع وفي المقاولات وفي غيره، عبث الناس بعضهم بمال بعض. وثمة فارق بين عقود البيع والشراء والسداد في وقت معين وبين القروض التي يفترض أنها حسنة. فالقروض لا تجوز فيها الزيادة إذا كان معسرا، لا تجوز فيها الزيادة. قول الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما الشروط الجزائية في الأعمال، أنت مقاول وأخذت مني منزلا تنهيه في سنة ولم تنهي في سنة، فعطلتني وعطلت أموالي، لي أن أفرض عليك شرط الجزائي في الأصل. كذلك أنا إذا تأخرت عنك في تسليمك المستحقات، تفرض علي شرط الجزائي أيضا. أراها والله تعالى أعلم، إلى الآن أراها أن وهذا اجتهاد مني، أراها تجوز الشروط الجزائية هذه لضبط الأعمال، ليست في القروض. السلام عليكم.